النقطة الثالثة إنه الغطاء النباتي بتاعنا هنحافظ عليه. فعندي هنا في الحتة دي سؤال، أنا عارف إن إحنا عندنا مجموعة من النباتات النادرة كان تم جلبها في القرن ال19 أيام الخديوي إسماعيل ولازالت موجودة، إحنا لسه محافظين عليها زي ما هي مش كده؟ بالظبط يا فندم، إحنا عندنا أشجار، أنا برضو كمعلومة في هنا أشجار أقدم من افتتاح الحديقة، لأن دي كانت قصور ملكية وتم التبرع بهذه الأراضي لإنشاء حديقة الحيوان. ففي أشجار بتعدي 140 سنة موجودة، ويمكن أشهرها شجر التين البنغالي الشهير، وأشجار كثير نادرة داخل الحديقة. الحقيقة الحديقة محافظة عليها تماما. احنا عايزين بقى نوسع المساحات الخضراء اللي موجودة على الأرض، ويعني لكن غطاء شجري الحديقة محتفظة بيه بدرجة كبيرة جدا. عظيم.